النهارده مع نجم من نجوم النادي الاهلي، لعيب متميز جدا، ثابت جدا، واثق من نفسه، لعيب جوكر تحطه في اي مكان في الملعب هيأدي وهيتألق، وكل المدربين اللي تولوا تدريب النادي الاهلي اعتمدوا عليه اساسي في خططهم. بس النهارده هنطلع بره الملعب ونشوف شخصيه لعيب الكوره بره الكلام ده عامله ازاي. معانا ومعاكم في سهرة رمضانية خاصة جدا على شاشة قناة الأهلي نجم نادي الأهلي كابتن أيمن أشرف. منورني يا كابتن، برحب بيك، يعني كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. في البداية عايز أعرف، نطمن الجماهير، هترجع إمتى للتدريبات الجماعية تاني؟ والله طبعا برحب بيكي وبرحب بجمهور ومشاهدين قناة النادي الأهلي، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم يا رب كده وعلى الأمة الإسلامية يا رب. والله الحمد لله انا كويس الحمد لله، يعني يمكن مجهد شويه الفتره الاخيره ديت، وان شاء الله يعني قريب ان شاء الله راجع باذن الله. عارفين طبعا ان الشهر ده بالاخص في مباريات كتير، تقريبا بتلعبوا كل 48 ساعه مباراه. قولي بتتعامل مع ده ازاي، كمان الوقت القليل بتاع رمضان بعد الفطار، يعني بتتعامل مع ده ازاي؟ والله طبعا يعني الفتره دي يعني ظرف طارئ زي ما بيقولوا كده، بتبقى الماتشات قريبه من بعض، اجهاد طبعا على اللعيبه كلها، لان يعني احنا بنريح يوم، تاني يوم معسكر، تالت يوم ماتش، فما بنلحقش ناخد طبعا راحتنا، لكن طبعا بنحاول نعمل على قد ما نقدر استشفاء كويس عشان نستعد للمباراه اللي بعدها. والاكل طبعا لازم يبقى اكل كويس، ما بين الفطار والسحور لازم يبقى اكل كويس، اكل معين، يعني مش لازم يعني مش محشي بقى وبط وبتاع، لا لا لا، يعني اكل معين كده. الدكتور ماشيين بسيستم معين مع اللعيبه كلها، دكتور عبد الرحمن، فلا يعني الحمد لله الامور ماشيه كويس، واللعيبه الحمد لله قادره تادي بشكل كويس في ظل التلاحم ده. يعني ساعات بتشوف ان التحكيم ليه علاقه او ليه سبب دور كبير يعني في خساره بعض النقاط؟ دايما النادي الاهلي بيبص، ما بيبصش للحكام، ما بيبصش لاي حد، دايما بيبص في الملعب. النادي الاهلي دايما بالاراده وبالعزيمه في الملعب، والإرادة والعزيمة دي مش من واحد أو اتنين، لا الفرقة كلها، يعني مش ال11 اللي بيلعبوا، لا اللعبة اللي بره بالجهاز الفني، باللعبة اللي بره الماتش، بيبقى في حالة كده يعني نحس إن احنا حتى الحكم لو هيجي ضدنا لا مش هيقدر يجي ضدنا يعني، فبنقدر نتغلب على لو حكم هيجي ضدنا أو حاجة، أو من وجهة نظره بيحسب حاجة مثلا صح من وجهة نظره، ومن وجهة نظرنا احنا غلط، او من وجهة نظر الناس كلها غلط، لكن احنا بنقدر نتغلب على ده بالإرادة. يعني ايه اللي بيميز نادي الأهلي عن اي نادي تاني من وجهة نظرك انت؟ لا النادي الأهلي مختلف تماما، مختلف تماما عن اي نادي في مصر مختلف. وفي افريقيا وفي العرب لا مختلف تماما. النادي الأهلي اللعيبة يعني الإدارة موفرة للعيبة كل حاجة، كل حاجة في من ناحية المعنوية، من ناحية المادية، لا هنا اللعيبة بتشوف أحسن حاجة، فأعتقد أن لا يعني النادي الأهلي مختلف، وجماهير طبعا النادي الأهلي رقم واحد، بقديم مساندة للعيبة وقديم مساندة للجهاز الفني، فلا طبعا يعني الموضوع هنا مختلف تماما من ناحية الإدارة ومن ناحية الجمهور، أهم عنصرين في فرقة كرة قدم، لا عنصرين قويين جدا في النادي الأهلي، فده دايما بيخلي النادي الأهلي مختلف عن أي نادي. يعني يمكن زي ما قلت يا كابتن، يعني الجماهير الأهلوية حاجة تانية، علاقتك إيه بالجماهير السوشيال ميديا، يعني مهتم بالموضوع ده شوية؟ كومنتس إيه؟ والله بصي أنا كنت مهتم تقريبا من 3-4 سنين، كنت مهتم قوي يعني بالسوشيال ميديا، لكن بقيت يعني مش بقرأ كومنتات أو حاجة، ما بشوفش آراء الناس بس بالإيجاب أو بالسلب، يعني لأن ده ممكن يأثر عليا، يعني لو بالسلب ممكن يأثر عليا إن أنا مستوايا وحش، مستوايا ينزل أكتر، لو حتى بالإيجاب
ممكن ان انا احس ان انا لا ده انا بقيت كويس فمستواي ينزل، لا فما بحبش ابص حتى بالايجاب والسلب. دايما الشغل بتاعي في الملعب والمدير الفني هو اللي بيقول لي، يعني بيقول لي شغلك الايجابي او السلبي، انت لا انت عملت حاجه صح عملت حاجه غلط، فهو دوت انا باخد تعليماتي من مدير فني. فلا يعني مش متابع جدا، يعني متابع طبعا للسوشيال ميديا، ممكن احط صور على الانستجرام، ممكن اكتب تويتر مثلا على تويتر، لكن لا يعني ما ببصش على كومنتات كتير يعني. طيب عمرك مسحت مثلا تعليق ضايقك او حاجة؟ مسحت يعني مسحت طبعا، يعني مسحت اكتر من مرة تعليقات ما بتبقاش ظريفة يعني، او بعمل بلوك على طول يعني بتعمل بلوك على على طول؟ طول، ما تعليق كان بمسحش، تعليق بعمل على بلوك على طول. ادائك في الملعب لا 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 ولا مش على حاجة؟ ادائي، لا لو حد محترم ايام ما كنت متابع، لا دلوقتي مش متابع يعني، حتى ما بشوفش الكومنتات يعني، لو صحابي بيكتبوا لي كومنتات او حاجه ابقى برد عليهم وخلاص، لكن قبل كده يعني قبل كده مثلا تقريبا من سنتين او من 3 سنين كنت بعمل كده، كنت ممكن اعمل بلوك للواحد كاتب لي كومنت وحش، مش في يعني مش بيتكلم باسلوب كويس انك مثلا مستواك محتاج يتظبط في كذا او كذا، لا يعني لكن نزل واحد لا بيقول كلام ما ينفعش يتقال، او من وجهة نظري انا الاسلوب ما ينفع، يعني الاسلوب ما ينفعش يتقال، فانا لا ما اقبلش بده يعني. شايف البطولة الأفريقية ازاي الموسم ده للأهلي؟ لا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، وايا كانت الفرقه اللي هتبقى معانا في دور الثمانيه، لا ان شاء الله نقدر ندرسها كويس، شغل الجهاز الفني يقدر يدرسها كويس، واحنا كلعيبه ان شاء الله بروحنا كلنا مع بعض ايا كان مين ال 11 في الملعب ان شاء الله نتغلب على الماتش رايح جاي ونصعد ان شاء الله الدور اللي بعده، لان احنا هدفنا ان شاء الله البطوله. تألقت طبعا في كأس العالم للأندية في مباراة الدحيل القطري وخدت رجل المباراة، مين أول واحد كلمته؟ احتفلت إزاي؟ يعني كان إحساسك إيه؟ كلمني بقى عن اللقطة دي. لا يعني انا طبعا اتبسطت جدا، يعني اتبسطت جدا من ماتش الدحيل، الحمد لله عملت ماتش كويس بشهاده الجميع يعني الحمد لله. طبعا اول حد كلمني مراتي، كانت فرحانه جدا ومبسوطه، ووالدي برضو كلمني واخويا، فلا يعني قد ايه لما يكون هما مبسوطين كده الواحد بيبقى مبسوط يعني. لا وفارس ابني يقول لي عاش، فارس 4 سنين لا الواحد بيبقى مبسوط طبعا الحمد لله. احتفلت طيب بالحدث ده ولا لقيتهم عاملين لك احتفال في البيت او حاجه؟ لا يعني انا كنت في قطر وقتها، هم احتفلوا يعني هم احتفلوا يعني كانوا فرحانين مبسوطين احتفال في البيت كده، لكن لا انا لما رجعت بقى طبعا احنا احتفلنا مع بعض بان احنا خدنا ثالث عالم وكده. بس انا عارفه ان عيد ميلادك كان الشهر ده، عارفه انك برج الحمل، قول لي طيب احتفلت بعيد ميلادك ازاي؟ بتحب اصلا الاحتفالات؟ حاسه شخصيتك شويه ما بتحبش الاحتفالات وكده. اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الاحتفالات، يعني في احتفالات ميلادي انا بالذات لا، ممكن اعمل احتفال عيد ميلاد مراتي مثلا ممكن اعمله، لكن عيد ميلاد انا بحس ان انا لا يعني تافه قوي من وجهة نظر، ما اعرفش بحس ان انا لا ببقى مبسوط طبعا ان هم مبسوطين وكده، بس بيبقى بالنسبه لي عادي يعني مش لو مش حد عمل لك فارقه. مفاجاه مثلا الموضوع لا مراتي بتعمل لي مفاجآت دايما، ببقى مبسوط طبعا ببقى مبسوط بيها لكن بعد كده بقول لها لا ما تبقاش تعملي يعني ما تبقاش تعملي عيد ميلاد يعني. علشان انت شايف مثلا انها حاجه كبرت انت يعني ايوه مثلا كبرت كبرت على ان طب انا ليه تعمل لي كابتن؟ عيد ميلاد كده خلاص في كبرت ناس بتحتفل بعيد ميلاد على فكرة بتبقى أصلا فعلا سنها كبير وبتحتفل عادي انا يعني. عارف في ناس بتحب ده، انا بحب اعمل عيد ميلاد مراتي وبحب اعمل عيد ميلاد اولادي، بنبقى مبسوطين يعني احنا بنعمله مع اصحابنا وكده، لكن لا انا هي كده كده مراتي بتعمله غصب عني، انت قلت او ما قلتش هي كده بتعمله كده هي كده كده بتعمله غصب عني، فببقى مبسوط طبعا معاهم، لكن بعد العيد ميلاد بقول لها تعمليهاش تاني، تعملي لا اصلا بتعمليها تاني تعملها تاني وتكررها برضه. بعيدا عن احتفالات العيد ميلاد، بتحب الاحتفالات عموما؟ الاحتفال يعني مثلا مكان تسهر، مكان افراح، بتحب الجو ده ولا لا؟ لا لا انا هادي جدا يعني ما بحبش الصداع، ما بحبش الدوشه، ما بحبش الصوت العالي، بحب دايما ابقى قاعد في مكان هادي شويه يعني، حتى اولادي لما بيتشاوا مثلا في البيت بتعصب، وانا قليل جدا لما بتعصب، فلا يعني بحب الاماكن الهاديه، ما بحبش يعني لو رحت بروح مطعم ما بحبش الاماكن اللي فيها موسيقى عاليه، لكن طبعا لو في اجازه يعني في مصيف او في شرم الشيخ او في الغردقه او في الساحل او في اسكندريه او حتى في راس البر، لان كنا بنروح راس البر زمان،
لا يعني طبعا ممكن يبقى فيه لازم يعني المود. موسيقى وبتاع واغاني واصحابك انت واصحابك بقى وكده يعني. لسه بتقول بتعصب على اولادك في البيت، لما بتعصب بتعمل ايه؟ لا يعني مش بتعصب قوي يعني، ممكن بس تضربهم لا لا علقة لا علقة ما مود، اضربش، لا ما اضربش خالص، بس تزعق مثلا يعني اعاقبه مثلا ب تعاقبه. يعني فارس كبر شويه فاقدر اعاقبه شويه، يعني فارس 4 سنين فممكن يتعاقب، بس عقاب طبعا يعني مش ايه نوعية العقاب؟ ان هو مثلا ما يمسكش الموبايل طول اليوم، يعني عقوبات كده بتاعت اطفال صغيره. ومراتي طبعا بتساعدني في القصه دي، او انا اللي بساعدها في القصه دي لان هي متعذبه معاهم يعني. اكيد مجننها طبعا. ربنا مين اقرب يهديهم. حد ليك طيب في النادي، ومين اللي دايما بيقعد معاك في الاوضه لما بتسافروا بره مصر او جوه مصر؟ بص هو دايما احنا كلنا قريبين جوه اوضه اللبس، احنا كلنا قريبين من بعض، بس يعني في مثلا ياسر ابراهيم قريب مني، في قفشه قريب مني، في اكرم توفيق قريب مني، كهربا، الشناوي برضو قريب مني، يعني في ناس كتير قريبه مني يعني، السوليه، مهاني مثلا، محمد هاني، يعني كلنا قريبين من بعض يعني. مين بتاخد راحتك قوي قدامه في ياسر، الفريق؟ ياسر ابراهيم وقفشه، ممكن ياسر مثلا ابراهيم وقفشه، تتكلم احنا معاهم. الثلاثه قريبين شويه من بعض، بنقدر نتكلم في حياتنا الشخصيه بشكل اوضح يعني. لو جالك فرصة تكون حاجة غير لعيب الكورة هتكون ايه؟ فكرت فيها قبل كده؟ هكون تاجر، تاجر ذهب، صح، تاجر ذهب. ذهب يعني عندك يعني عندي مكان ذهب؟ عندي عندي مكان بتاع ذهب، مش اشمعنى؟ عشان الفلوس يعني، بحس شغلتهم كده لذيذة يعني. يعني ايه لذيذة؟ يعني يعني فكرت مثلا في البروجكت ده، يعني قلت مثلا انا لو مش لعيب كورة كنت زماني دلوقتي كنت صاحب ممكن مكان افتح ذهب؟ حاجة زي دي. يعني شايفها مربحة ولا شغلها حلو ولا انت بتفهم؟ شغلها تحس ان هو مش متعب قوي ومربحة في نفس الوقت. طيب عايزك تقول لي، انا متفاجئة عموما. حاجة متفاجئة صح؟ متفاجئة جدا. يعني انت فكرت اصلا في المشروع ويعني لا انا وشغلت قلت دماغك فيه؟ لو ما... بس انا الحمد لله لاعب كورة من وانا عندي 7 سنين بلعب في نادي الاهلي يعني، ما انا من عارفة. زمان جدا. طيب عايزك تقول لي اغنية بتحبها، ومسلسل متابعه في رمضان، وحاجة محدش يعرفها عنك. بصي انا مش متابع اي حاجه في مسلسلات في رمضان خالص، عشان الوقت ضيق جدا بصراحه بالنسبه لي، بيبقى في بقى صلاه تراويح وبيبقى في حاجات كتيره مهمه قوي يعني، في اهم من ان انا اتفرج على مسلسل يعني. أغنية بتحبها؟ اغنيه بحبها، في اغاني كتير. أغنية مثلا ممكن لو انت حاسس انك قاعد لوحدك دلوقتي هتشغلها، هي الأغنية دي تحديدا. لا انا بحب الاغاني الشعبي جدا يعني، دايما بجد؟ يعني في اغاني المهرجانات بحب وانا رايح الماتش دايما اسمعها. قبل المباريات تسمع شعبي؟ لا وانا رايح الماتش، قبل الماتش على طول ممكن اسمع شويه قران، لكن قبل قبل وانا الماتش. رايح في الاتوبيس مثلا كده اوكي. تلاقيني بتحس بتديني باور شويه بس، فاهمه؟ بحب تحب المود ده بحب المود ده قبل الماتش، تدخل بيديك بيديني باور. باور. حاجه ما حدش يعرفها عنك. حاجه ما حدش يعرفها عني، يمكن بروح سينما لوحدي وانا زعلان، وانا متضايق كده تلاقيني بروح سينما اي فيلم بقى يعني، ممكن اكون دخلت الافلام كلها ادخل تاني اي فيلم، بحس ان هو بيغير لي المود بتاعي شويه. وما بتقولش لحد؟ لا ممكن مراتي تبقى عارفه، بس انا مثلا لو في مشكله بيني وبين مراتي لا بروح لوحدي، طيب ما مراتك بقولش عارفه لحد. انك بتروح سينما لوحدك، بتبقى عارفه انك مخنوق؟ اوقات ببقى متضايق مثلا، اوقات مثلا ببقى خسران ماتش ببقى متضايق جدا، اروح البيت تاني يوم ببقى انا لسه المود بتاع الماتش مضايقني، فانا مش عارف اخرج من المود ده، فلازم اخرج، لا يعني لازم اخرج من المود ده باي طريقه، لان بيبقى عندي ماتش قريب فلازم اخرج من المود عشان اقدر اركز في الماتش اللي بعده، فاضطر ان انا اروح سينما هتروح كده. سينما اروح سينما وهي عارفه، هي هي خلاص عارفه مسستمه نفسها ان هي عارفه. انا رايح سينما لوحدي، طب اجي معاك؟ لا انا رايح لوحدي، لان فبتعرف انا على بحب طول. يعني اقعد كده ممكن اكل شويه فشار بتاع وخلاص وانا بتفرج على الفيلم، بس دي حاجه ما حدش يعرفها تقريبا يعني غير مراتي تقريبا، وبتطلع خلاص بتلاقي نفسك بس دلوقتي مصر كلها عرفتها. دلوقتي خلاص. طيب بتطلع بتلاقي نفسك خلاص بقيت احسن. يعني
يعني بحاول اخش فيلم مثلا يكون فيه شويه ضحك شويه حاجات كده ان هو يغير لي المود بتاعي شويه. فلا بطلع طبعا بمودي متغير، بطلع مودي متغير تماما. مشاهدينا هنكمل طبعا تاني مع نجم نادي الاهلي كابتن ايمن اشرف، ولكن بعد الفاصل. بتحب تلعب بلاي ستيشن؟ قول لي مين اكتر واحد بتغلبه في البلاي ستيشن. امبارح كنت لسه بلعب بلاي ستيشن مع واحد صاحبي اسمه احمد عبد الوهاب، لسه كسبانه امبارح. هو كم هيتفاجئ بان انا بقول ان هو كسب. كام كام؟ لا في ماتش اتعادلنا تقريبا 7-7، وفي ماتش هو بعد كده كسبني. بس اكتر واحد بكسبه يعني في البلاي ستيشن احمد الشيخ. بتلعب بفريق مين في البلاي ستيشن؟ اوقات مانشستر سيتي، اوقات باريس سان جيرمان، واوقات تانية ليفربول. عشان صلاح طبعا. طبعا. ممكن تاخد راي حد في حياتك الشخصيه تثق في رايه وتنفذ، ولا بتسمع الراي وهنفذ اللي في دماغي برضه؟ لا هو انا كده كده في حاجات في دماغي باخدها على طول، وفي حاجات بحب اخد اراء اللي حواليا، بس انا اوقات ما بقتنعش برايهم اصلا فباخد قراري، واوقات بيطلع صح واوقات بيطلع غلط. ومع طبعا مع في الحياه عموما الواحد بيتعلم، يعني بيتعلم من قراراته. يعني صعب انك تاخد بتنفذ برضه في الاخر اللي انت شايفه اوقات؟ لا يعني اوقات طبعا يعني مش بعاند، مش بس بتعاند. لما بحس ان رايي مثلا والدي لا ده رايه صح، لا باخد ممكن الراي يعني. ده. لا راي مراتي صح، بعمل عكسه على طول تمام. لا لا بتفرج علينا في الحلقه دي حرام يعني. لا عايزين نعمل مشاكل يا كابتن. لا بهزر. طيب احنا عارفين طبعا انك لاعب متميز جدا وبتلعب في اكتر من مركز، بيضايقك الموضوع ده شويه؟ يعني بيضايقك انك بيتغير مركزك من مباراه للتانيه ولا عادي؟ لا بالعكس بالعكس، انا مبسوط جدا يعني في اي مكان المدير الفني بيطلبني فيه بحب ادي يعني 100%. حتى لو انا لما بلعب سيرد باك ماشي، لما باجي اطلع باك ليفت بيبقى الامور صعبه شويه لان الجري غير الجري بتاع المساك، لكن بحاول ادي 100%، بحاول اطلع كل اللي عندي عشان الفريق بس. لكن ببقى مبسوط جدا لما المدير الفني يطلب مني، فمعنى ان هو بيطلب مني كده ان هو واثق فيا يعني. طب ايه المركز اللي يعني شايفه اكتر مركز بيريحك او بتلعب فيه وانت مرتاح جدا؟ انا السؤال ده اتسال لي كتير جدا، بس انا بستريح في الاثنين، يعني بستريح في الاثنين جدا. لكن انا بحب الباك ليفت كويس يعني، وبحب المساك برضه، لكن بحب الباك ليفت ان انت بتهاجم برضه، ليك تواجد في الحته الهجوميه، ممكن تعمل اسيست، ممكن تجيب جون، فدي ليها برضه حاجه كويسه يعني. لو ما لقيتش اسمك في قائمه المنتخب وانت عامل كل اللي عليك، احساسك هيكون ايه؟ طبعا هبقى متضايق جدا، لكن عمري ما اخد موقف او أخ ولا اقول تصريح ولا بالعكس. تصريحاتي دايما كلها ان دايما بتمنى للتوفيق لزمايلي وللجهاز الفني بتاع المنتخب، دي وجهه نظر فنيه وبس، وبسكت يعني وبشتغل في الملعب، لان هو الملعب هو اللي يقدر يوديني منتخب او ما يقدرش يوديني منتخب، وبتبقى في الاول وفي الاخر وجهات نظر يعني، وجهه نظر مدير فني بتحترم يعني ايا كانت يعني. بس عمرك مثلا ما تروح تقول ليه طيب انا عامل اللي عليا يعني؟ ما تقولش كده. لا خالص، انا تتضايق مع ولا نفسك. اتكلم ولا حتى اتكلم حد من جهاز المنتخب يعني، ما ارفعش سماعه التليفون مثلا طب ليه، طب انا مقصر في ايه، طب لا خالص ما اتكلمش يعني. يعني حتى هنا برضو لو قعدت احتياطي ما اتكلمش، انا اتمرن كويس في الملعب والمدير الفني شايف حاجه بيعملها، هو ده هو شايف الاصح يعني، هو مدير فني في الاول وفي الاخر، وهو اهم حاجه عنده ان الفرقه تكسب، فانا لو بخسر الفرقه هو مش هيلاعبني، ولو انا بكسب الفرقه هيلاعبني حتى لو هو ما بيحبنيش. فدي وجهه نظر ايا كانت، جهاز فني نادي، جهاز فني منتخب، دي وجهه نظر كلها يعني وتحترم في الاخر. كابتن سعد سمير قال ان انت بتخرف وانت نايم، حد قال لك بقى يعني ايه مثلا الحاجات اللي هتكون بتخرف تقولها مثلا؟ لا انا ما بقتش اخرف، كان زمان الكلام ده. كان زمان. كان زمان. فاكر حد قال لك حاجه خرفت فيها؟ لا يعني لا مش فاكر حاجة معينة يعني، بس كلها يعني حاجات هلاوس، فاهمة؟ اللي هو ببقى جاي تعبان مثلا من تمرين وانام مثلا، فتلاقيني بقول أي كلام يعني،
تلاقيني ممكن ازعق فجاه. مراتك كانت بتقول لك مثلا انت خرفت صح امبارح قلت كذا كذا؟ لا انا بقالي كتير قوي مراتي ما قالتش الكلام ده. يعني الكلام ده من زمان جدا. ان انا اقوم مفزوع من النوم دي برضو بقالها كتير الحمد لله. يعني والدك في مره ايام استراحه الناشئين عاقبك عقاب كده وانتوا راجعين في الطريق ان هو خلاك تقف في العربيه؟ انا عرفت. خلاك تقف في العربيه في الطريق طول ما انتوا راجعين لمده 3 ساعات. ليه؟ علشان ما اتمرنتش كويس. الموضوع ده اثر عليك ازاي؟ وهل انت لو مكانه كأب ممكن تتصرف بنفس الاسلوب؟ مش عارف، بس انا ممكن احس ان انا قلبي وجعني على ابني شويه. انت قعدت فعلا طول الطريق بجد 3 ساعات بجد ساعات. واقف 3 ساعات واقف واجي انام وانا واقف يوم ضربني. فمش مصدق. مش مصدق اللي بيحصل. كل ده عشان اتمرنت وحش. لا بس علمتني طبعا، يعني الموقف ده علمني. انا التمرين اللي بعدها عملتها كويس جدا. التمرين اللي يعني تقريبا بعدها على طول فتره، قعدت فتره طويله جدا بتمرن كويس. فلا يعني علمتني طبعا ان الواحد يعني دايما يبقى مجتهد في التمرين ويتعب. فلا يعني دي حاجه بضحك عليها دلوقتي، وقتها طبعا كانت مزعلاني وانا صغير كنت عيطت وكده، لكن دلوقتي طبعا بحس بفخر يعني ان والدي عمل معايا كده عشان اتعلم. يعني انت شايف الموضوع ايجابي جدا؟ جدا. ايجابي من وجهه نظري. ايجابي جدا. لكن انا اقدر اطبقه على ابني؟ مش عارف، لان الظروف غير الظروف. الظروف غير الظروف. يعني ابني دلوقتي يعني الحياه غير الحياه، فاهم قصدي؟ بس كنت بتلعب بره استراحه الناشئين واتخصم لك. فاكر اتخصم لك قد ايه؟ تقريبا 30 جنيه حاجه كده. تقريبا. اللي حصل بقى؟ كان تقريبا كنا بنقبض. مين بلغ عنك؟ كنت بقبض 500 جنيه في الشهر. يعني كان 30 جنيه تقريبا وقتها. استاذ فتحي كشك تقريبا هو اللي خصمها مني، كان مشرف الاستراحه. لا ما حدش، هو تقريبا مش فاكر مين اللي فتن عليا، بس هو كان ممنوع ان اللعيبه وقتها تطلع بره الاستراحه تلعب كوره. فاحنا كنا بنلعب بالكوره، كنا بنلعب حاجه اسمها طايره كده في الحيطه. يعني كنا بنلعب، فتقريبا حد فتن علينا فاتخصم مننا. كنت انا وايمن صالح تقريبا، كان معايا لعيب اسمه ايمن صالح. كنت انا وهو كنا احنا اصغر اتنين في الاستراحه، واتخصم مننا وقتها يعني فلوس. وقتها زعلت جدا. زعلت ان حد ان حد فتن علينا. يعني ان حد فتن عليك مش ان اتخصم لك. بس خلي بالك يعني خصم كده كده الفلوس بتروح وتيجي من صغري. انا متعلم كده، ابويا وامي الله يرحمها كان دايما يقولوا لي كده، ما تزعلش على اي فلوس راحت منك، يعني فلوس دايما بتروح وتيجي. يعني واضح انك كنت اساسا طفل في الناشئين يعني شقي جدا، بس ايه في السر كده؟ كنت بتطلع تعبان كمان للعيب معاك؟ قول لي بقى ايه القصه دي؟ لا يعني مش انا اللي كنت بطلع ده، انا كنت صغير جدا. مش انا. انا كنت بقى انا بترعب من التعبين. تعبان بلاستيك؟ تعبان بلاستيك. كان في حد بيطلعه تقريبا فليكس، كان بيطلعه الاهاب ابو عاطي. فابو عاطي كان بيخاف من التعبين جدا انت وقتها. وانت كمان. وانا جدا. انا بترعب من انا بترعب من اي حاجه. لا يعني بخاف جدا طبعا من التعبين. بس ف يعني الموقف ده، لا موقف انا فاكره لغايه دلوقتي، ان هو كان تعبان تقريبا بلاستيك في الاول وفي الاخر، بس انا ما كنتش عارف ان هو بلاستيك. وهب ابو عاطي برده ما كانش يعرف وجري. فلا يعني كان موضوع كويس، يعني كان موضوع كويس كبير. علمني الرعب اكتر. رعبنا اكتر. طيب كلمني عن ذكرياتك في رمضان. ايه الاجواء الرمضانيه مثلا؟ اغنيه فاكرها زمان وانت صغير، حاجه مود بتحبه، فاكر حاجه؟ ليه اغاني رمضان، اغاني رمضان وانت صغير. وانا صغير بوجي وطمطم مثلا، الحاجات دي. بوجو بكار طبعا. بكار. اللي هي بتاعت محمد منير. انا مش هغنيها طبعا، انا صوتي وحش جدا. لا عارفه ان احنا هنغنيها. عشان استنيت كده. لا يعني عايزه اعرف حاجات تانية يعني غير بكار. لا بكار وبوجي طمطم كنت بتفرج عليهم جدا وانا صغير. لما تسمعهم دلوقتي ممكن مثلا ترجع كده بالذكريات شويه؟ طبعا بكار. بكار لحد دلوقتي بيأثر فيا، ليه ذكريات كويسه جدا معايا بكار بالذات. ودايما كان بيعلمنا حاجات كويسه يعني واحنا صغيرين، بس احنا ما كناش بنتعلم برضه. كنتش تعلمه عادي، محدش بيتعلم. لا ايه اكتر وقت قضيته طيب بره مصر في رمضان؟
في رمضان؟ ولا ما سافرتش في رمضان؟ لا يعني كنت في المنتخبات. في المنتخبات الشباب مثلا، كنت في السعودية. أكتر وقت قضيته بره كان في السعودية وفي إيطاليا، منتخب قبل كأس العالم، قبل كأس العالم الكبير. كنا في إيطاليا، قعدنا فترة طويلة جدا، كانت فترة إعداد، كانت شقة يعني، كانت شقة قبل كأس العالم. قبل كأس العالم يعني احنا تقريبا قعدنا في إيطاليا 3 أسابيع، كان في رمضان بس، كانت شقة بقى، كانت تمرينتين قبل الفطار، قبل ما نفطر يعني، تمرين الصبح وتمرين الساعة 7، والفطار كان الساعة 9. صعبة فكان قوي. عذاب. عذاب. وكانت السحور يعني الأذان الفجر كان بيأذن تقريبا 1:30، 2، فكان تقريبا من 9 لـ2 الأكل بس. فالواحد كان عمال بقى ايه، قليل جدا بياكل يعني طول الوقت. طول طبعا الوقت ده كنت باكل، كنت باكل، وكنت دايما بشرب حاجات مكملات غذائية وكده، عشان طبعا الجسم يستفاد يعني، لأن التمرينتين دي تأذي الجسم أكتر. في الفقرة دي هسألك كم سؤال والإجابة هتكون بآه أو لأ. اتعصبت قبل كده لدرجة إنك كسرت حاجة؟ مرة. فاكر؟ كانت في البيت. مرات عصبتني. مراتك عصبتك؟ مرات كسرت حاجة؟ كسرت ايه؟ طبق. رزعت يعني الطبق رحت المطبخ؟ لا لا، كان طبق قدامي قمت ماسكه ورازعه في الأرض. بس أنا يعني المرة الوحيدة في حياتي اللي اتعصبت فيها. هي دي؟ لا، ومرة تانية ما كنت بلعب في سموحة. أنا افتكرت برضه. بس ده كان بعد تمرينة كده، فحصلت مشكلة فكسرت كرسي كده، كان محطوط كسرت. لا انت بتكسر كتير بقى. كان محارب عصبني فكسرت، بدل ما امسكها حد اضربه اكسر. مراتك لما كسرت الطبق ايه الوضع؟ دخلت الاوضه مثلا ولا عملت ايه؟ اختفت؟ لا هي اتفاجئت، لان هي عمرها ما شافتني متعصب اكسر حاجه، وطبعا اختفت من وشي. بس خافت على نفسها. خافت طبعا. حد من الجماهير قبل كده طلب منك تتصور وانت كنت اوت اوف مود وقلت له لا؟ لا مستحيل. ابدا. مستحيل ابدا. حتى لو انا مش طايق نفسي اتصور معاه، واصل دايما انا اقول لنفسي الصوره دي ممكن في المستقبل هتبقى موجوده، فدايما الناس لازم تشوفك مبتسم يعني، فدايما حتى لو انا متضايق ابقى مبتسم شويه، حتى لو غصب عني. بس ممكن شخص يخرجك عن شعورك وتتطول عليه؟ ممكن، بس ده قليل قوي يعني. واحد ممكن يخرجني، ممكن طبعا يعني، احنا بشر فممكن اطلع بره شعوري، بس صعب برضو ان حد يطلعني بره شعوري بسهوله. لازم يكون عمل حاجه يعني ما اتعملتش عشان يطلعني بره شعوري. ما حصلتش يشتمني مثلا بوالدتي مثلا الله يرحمها، ده وقتها ممكن اطلع ان شاء الله، فاهمه كده حاجه كده يعني. لكن في حاجات طبعا الواحد بيسامح فيها وبيعديها يعني. لكن ما حصلتش ولا مره في الملعب مثلا؟ في الملعب يعني شديت لا شديت طبعا يعني، شديت مع لعيبه، بس في الملعب طبعا لازم الواحد يكون ماسك اعصابه كويس، لان انت ممكن، انت مش هتخسر نفسك، انت هتخسر فريق وهتخسر جماهير بتشجعك، فاهمه، وهتخسر نادي يعني. فلا يعني الواحد لازم يبقى في الملعب، لا الموضوع مختلف بره في الحياه غير بره في الحياه. نسيت تواريخ مهمه ومراتك عملت لك مثلا مشكله؟ دايما بنسى، بين دايما تواريخ بنسى. مهمه قوي. عيد جوازنا او لا، عيد جوازنا كنت قبل كده بنساه، بس ما بقيتش انسى قوي. لا يعني عيد ميلادها لا ما بنساهوش. لا يعني في تواريخ طبعا مهمه. لا يعني انا الذاكره عندي صفر. لا ما انا عارفه انا الذاكره عندي صفر، لكن في تواريخ كده لا ما بنساهاش. في تواريخ طبعا. نسيت عيد جوازكم مره، ايه اللي حصل؟ او بتيجي بالصدفه، فاهمه، تحس ان التاريخ بيجي بالصدفه، تحس ان ربنا بيقول لي لا افتكر عشان ما يحصلش مشكله. يعني افتكر بقى الحق نفسك عشان ما تحصلش مشكله. لا حصلت ان هي زعلت جدا وبتاع، بس الهديه طبعا خلتها تبقى خلاص احنا والله غلابه، والله العظيم احنا غلابه. شفت هديه؟ الموضوع انا كنت مضغوط الفتره اللي فاتت بسبب الكوره ودايما كلمتين كده حلوين، كلمتين حلوين وبتاع وخلاص، مع ان انا قليل جدا لما بقول كلام حلو، بس طبعا لما هي تبقى زعلانه لازم نكتح نمشي الدنيا. طيب حصل قبل كده انك شديت مع حد
ورجعت فكرت في الموضوع ولقيت انك ندمت انك شديت معاه او نفسك تاني ترجع تصالحه؟ ممكن يعني حصلت انا كتير؟ بتكلم في شخصيتي ممكن مش فاكر مواقف حصل بس انا ممكن وممكن اكون انا اول ما اعرف ان انا لا انا ممكن ما اكون غلطان بروح اصالحه على طول. يعني انت فيك الحته دي انه لو عرفت انك لو رجعت نفسك ولقيت الموقف غلط لا هتروح يعني تكلمه مثلا وتصالحه. لو حصل موقف بيني وبين اي زميل ليا في الملعب وانا اتعصبت عليه في الملعب مثلا وانا حسيت نفسي غلطان، لا بعد الماتش طبعا بروح اعتذر له، ده حقه عليا يعني. لكن لو هو اللي غلطان لا ما بروحش الصراحه، ما بعتذرش. بتتعامل ازاي؟ ولا كانك شايفه؟ لا بسلم عليه عادي بس متضايق منه بس بتسلم باخد جنب. باخد جنب يعني بسلم عليه عادي لكن باخد جنب ايا كان بقى في حياتي بره او في الملعب او في النادي يعني. لكن انا دايما قليل قوي لما بزعل من حد او حد يزعل مني في الفريق، الحمد لله يعني. الحمد لله. تقبل نصيحة من حد ما بتحبوش؟ نصيحة من حد ما بحبوش؟ لا بس انا الحمد لله بحب كل الناس. يا كابتن مفيش كده يا كابتن، اكيد لا. يعني اكيد مش بتحب كل الناس. والله بحب كل الناس وما يعني ببقاش متضايق من اي مثلا حد. ممكن تبقى ممكن اكون حد علاقتي بيه مش كويسة مثلا. تقبل يعني منه علاقتي نصيحة؟ بيه مش قريب مش قريبين يعني الكيمياء بتاعتنا مش ماشية مع بعض في الحياة. بالظبط. لا ما بلش منه نصيحة، او هو بيقول لي نصيحة انا باخدها من هنا بطلعها من هنا. انا فاهمها يعني بسمع له ماشي حاضر باخد النصيحة من هنا. لكن لو حد بحبه جدا باخد النصيحة وبفكر فيها، لو عجبتني بعملها لو ما عجبتنيش ما بعملهاش. فهم. قفلت موبايلك قبل كده واختفيت ومعرفتش حد مكانك؟ عملتها مرة؟ امتى؟ عملتها من سنة ونص كده. فاكر ايه السبب؟ معرفتش يعني كانت مشكلة ظريفة خفيفة كده، قفلت موبايلي واختفيت. ما قفلتش موبايلي، لا عملت خاصية كده يبان للناس ان انا موبايلي مقفول لكن انا بعرف مين اللي بيكلمني عشان لو في حد من النادي كلمني حد ابقى عارف يعني. فاهماني؟ وقتها كانت المنتخب كلمني وقال لي احنا عايزينك. وقت ما اختفيت؟ وقت ما اختفيت فروحت على المنتخب على طول يعني، رحت البيت صالحت مراتي خدت الشنطه ورحت على المنتخب. رحت صالحتها يعني. طب والله كويس يعني، حلو مكالمه المنتخب خلتك تصالح مراتي. عاقبت حد طيب من ولادك عقاب قاسي قبل كده ورجعت نفسك كده قلت شديت على الولد ده النهارده؟ فارس. عاقبته ايه؟ عملت ايه؟ دخلته في الاوضه بتاعته وقفلت عليه. انت بتتكلم بجد يا كابتن؟ بجد يعني؟ كان عمل حاجه غلط وقلت له انت النهارده متعاقب، وشديته ودخلته الاوضه وقفلت عليه. قعد يا بابي يا بابي يا بابي ويعيط ومراتي تقول لي طب ما تفتح. قلت مش هفتح. وهتفتحي له بتحصل مشكله، روح اقعد انت بقى كده ومالكيش دعوه بالموضوع. ليه؟ قلت لها هو هيتعاقب النهارده عشان حصل كذا كذا كذا. عشان ما بيسمعش كلام، بيرد بطريقه مش كويسه. ف يعني هي ممكن تكون نوع من التربيه مش لطيف يعني. بس انا ما عاقبتوش كتير يعني، تقريبا 5 دقائق. 5 دقائق في الاوضه؟ لا ده مش عقاب كده، دي حاجه. لا يعني كده. لما لقيته بيعيط خوفته. لما لقيته بيعيط كتير هيفكر. فانا صعب عليا بصراحه ففتحت الباب وخرجته. انا كان آسف. عامل ايه انا بقى؟ اسف. بيعيط بقى منهار. لا كان عامل ايه عشان تعاقبه بقى العقاب؟ ما بيسمعش الكلام. يعني في حاجه كده انا قلت له عليها ما سمعش كلام. يعني مثلا هو كل حاجه فالمفروض يرمي الحاجه الـ يعني كيس بتاع مثلا بسكويت مثلا كلو. ماشي. خلص الكيس والمفروض يرميه. فاما روح يا فارس ارميه في الباسكت. لا فانا اتعصبت جدا. هو قال لي لا، انا بقول لك روح. لا هو مشغول بقى في الموبايل كده، خدت منه الموبايل قلت له تعالى بقى عشان تقول لي لا، وقفلت عشان يتعلم بعد كده ان هو يقول لي حاضر. لان في حاجات وبعد كده فعلا بدات الامور تتصلح ما بينه وما بينه. بقى يفكر من ساعه العقاب ده. في عقاب اللي انت قلت عليه من شويه بتاع والدي، في حاجات كده ممكن الاطفال اتصلح من الاطفال يعني.
يعني ندمت شويه على العقاب ده و ما ندمتش، بس يا صعب عليا. صعب عليك. هو لو كبير شويه كنت هعمله، لو كبير شويه هعمله، يعني لما يكبر شويه وفي حاجه ما عجبتنيش هعمله العقاب ده، بس مش هيبقى وقت طويل يعني. اللي هو يعني ايه، بشد ودني. بشد ودني. اوكي. لو جالك عقد احتراف بره تسيب النادي الاهلي؟ انا ما سيبش النادي الاهلي، لكن وقت النادي الاهلي مثلا قال لي انت ممكن تطلع، يعني موافقه النادي الاهلي. يعني لازم تكون بموافقه النادي الاهلي. طبعا. انا النادي الاهلي يعني بلعب فيه من وانا عندي 7 سنين، ده بيتي يعني. نادي الاهلي الجزيره ونادي الاهلي مدينه نصر دول بيتي، يعني عشت معاهم، عشت فيهم وعشت مع زمايلي اكتر ما عشت في بيتي مع اهلي في البلد وحتى مراتي واولادي، فاهمه؟ فلا يعني لازم طبعا يبقى يكونوا موافقين والدنيا بسيطه يعني. في الفقره دي هخيرك ما بين حاجتين وتختار حاجه منهم. يا ساتر. ريال مدريد ولا برشلونه؟ برشلونه. بطوله افريقيا ولا الدوري المصري؟ افريقيا طبعا. مدرب الوطني ولا مدرب الاجنبي؟ هنا في النادي ولا في المنتخب؟ هنا في النادي وفي المنتخب، يعني ممكن تقول هنا ايه وفي المنتخب ايه؟ لا هنا 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 اجنبي، منتخب مصري. ممكن توضح بقى ليه؟ المنتخب طبعا تبقى جماهير مصر كلها، لكن مش جماهير متشدده قوي زي جماهير مثلا الاهلي، فاهم قصدي؟ بيبقى المدرب بيبقى تحت ضغوط عاليه جدا، فاهمه؟ لكن مدرب منتخب مصر قدامه قماشه كبيره يختار ما بينها، فيقدر يختار وبيبقى عارف اللعيبه في مصر بتبقى عامله ازاي، مدرب منتخب مصر. لكن في النادي الاهلي هو عنده عدد محدد هو بيختاره كل سنه، المدرب الاجنبي، وعشان الضغوط كمان، يعني الضغوط اللي بره ما يسمعهاش يعني، لان لو مدرب مصري دايما بيسمع الانتقاد، اي نقد بيسمعه، فممكن ده يلفت انتباهه او. لكن لا يعني انا من وجهه نظري ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط، لكن وجهه نظري في منتخب مصر يبقى مصري وفي النادي يبقى اجنبي. يبقى اجنبي. اوكي. عكاوي ولا بط؟ انا عارفه انك بتحب الاثنين على فكره. انا بعشق الاثنين. انا عارفه انك بتحب الاثنين، فانا جبت لك اختيارين، اختار بقى. ده لي ده لي وقت وده لي وقت. بس لا البط. بط. قولا واحدا. قولا واحد. كنافه ولا قطايف في رمضان؟ انا عارفه كلكم عموما ما بتحبوش السكريات. قليل يعني. لا انا بعشق السكريات، بس انا في فرق بين ان احنا نحب وما ناكلش، وفي حاجه ان احنا ما نحبش ممنوع. انا بحب وما باكلش يعني. في حاجات لازم ابقى ملتزم بيها، ولو كلت باكل حته صغيره، حته مثلا قد كده. يعني بتحسش كده ان نفسك تكف؟ نفسي، بس في حاجات لازم الواحد يتخطاها يعني. عشان يقدر في اهداف تانية مهمه اهم. طبعا. فاهماني؟ طبعا. بس اكل مراتك ولا اكل ورا البيت؟ لا اكل مراتي. طيب باك شمال ولا قلب دفاع؟ وانا عارفه انك اتسالت السؤال ده من شويه، بس يعني ممكن اتنين. تقول لي ايه الحاجه اللي مثلا حاسسها قوي، يعني حاسس انها شبهك ما بتتعبش قوي فيها؟ مساك. اقل تعب شويه من الباك ليفت، اقل تعب شويه، لكن هما الاثنين متعبين طبعا، لكن هي اقل تعب شويه من الباك ليفت. تمرين ولا اجازه؟ انا عارفه انك بتحب تتمرن عموما. لا تمرين طبعا. محدش قال انا لو حد أجازة. انا لو يوم اجازه ببقى حاسس ان انا في حاجه ناقصاك في يعني. لا انا عايز انزل من البيت اروح جيم مثلا. لا في حاجه، فاهمه؟ يوم اجازه ده بتبقى الامور صعبه يعني، بتبقى الواحد مش متعود ان هو تمرين كل يوم وكده. الواحد مش عارف بعد ما يبطل كوره يعمل ايه. لا ان شاء الله مش هتبطل. لا كده كده. لا مش دلوقتي، انا بتكلم في المستقبل. الموضوع التمرين ده له حياه الواحد. اديت الطاقه بتاعتك كلها. الله. خلاص ان شاء الله باذن الله. مستنيين لسه كتير والله. لا اكيد ان شاء الله. بره مصر ولا جوه مصر في الاجازات يعني؟ اه انا بحب مصر في الاجازات. انا ما سافرتش ولا مره بره مصر في اجازات لعلمك يعني، ولا مره في حياتي، ومش ناوي اعملها يعني. ممكن اعملها مره اتنين، لكن مش دايما. انا يعني بحب اروح سهل حشيش، الغردقه، اماكن كلها جوه مصر. جوه مصر. حفله في الاوبرا الانغام ولا لعمر خيرت؟ لا انغام. 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 تحب تسمع انغام؟ انغام. موسيقى ما حد بيغني. فيلم في البيت ولا سينما مع صحابك؟ لا يعني ممكن اختيار تالت. انا ما كنتش اعرف على فكره،
كنتش عارف ان انت لما بتتضايق بتروح السينما لوحدك. لا ممكن لوحدك. ممكن اختيار تالت، السينما مع مراتي. يا سلام، اجابه نموذجيه من راجل يعني مصري اصيل. مش عايز خناقه النهارده لازم. طيب لبس سبورت ولا كلاسيك؟ لا كلاسيك. غريبه دي. لعيبه بتبقى دايما عايزه سبورت كده. انا عندي لبس سبورت كتير لكن لا يعني اللبس الكلاسيك كده بيبقى شيك شويه في الخروج وكده. تشيميزات بقى وحاجات كده. تحب الصيف ولا الشتاء؟ لا الصيف طبعا طبعا طبعا. الشتاء ده ما بحبوش خالص. قهوة ولا مع شاي؟ مع ان انا في الشتاء ببقى ادائي في الملعب بيبقى احسن من الصيف. ايه ده ليه؟ بحس ان انا بتعب اقل. الصيف متعب اكتر من الشتاء في الملعب. يعني بالحراره والحاجات دي بتاخد من الباور طبعا. من الميه اللي في الجسم. لكن الشتاء طبعا اقل يعني في المجهود. شاي ولا قهوه؟ قهوه. مصنف نفسك شخصيه هاديه ولا عصبيه؟ ده انا هادي جدا. انا هادي جدا. الاثنين. لا بس انا هادي جدا. انا هادي جدا، انا قليل جدا لما اتعصب. الهدوء اللي هو ما قبل العاصفه. ايوه برافو عليك. يعني اللي هو انا ممكن افجركم دلوقتي. ايوه انا بفضل هادي 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 لغايه لما ممكن انفجر. نورتني يا كابتن، واتبسطت جدا بالحوار معاك، ونورت القناه ونورت البرنامج. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا مع نجم نادي الاهلي كابتن ايمن اشرف. نشوفكم في حلقه خاصه جديده مع نجم من نجوم النادي الاهلي.